ها دعاء شلونك؟ بس لحظة يعني لا تنزلوني، بس لحظة أنا جيت. واي دعاء دعاء ما شاء الله كبرتكم منورين منورين دعاء. هلا احفظ من هو اسمي الاحلان لو من ضمير ياهو الاحلان لو مصطفى. ها بروفايل من هو؟ لا صراحه الاحلى عمار. والله الشباب حلوين يعني. شوف 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 حسام بوراك التركي مصطفى الجمال ومصطفى ما شاء الله عليه. اقدم لك دعاء ملكة جمال الشرق الاوسط وملكة جمال المغرب ومرشحة لمودم شو اسمه الاوروبي الامريكي الهولندي. مودم مودم يقولون ايه كمل يعني موديل موديل يعني موديل اه موديل 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 عرب اوروبا راسي والله عرب راسي والله عرب عادل. يا اخي ذاك اليوم كان عرب عادل. عادل منو حسام بربك يا ولد؟ دعاء ها يا ولي ما تخ... انت مو عندك مواهب، ما تخلينا نشارك بهذا عرب جوستايف هذا مال المواهب. والله عندك مواهب انت. دعاء يا دعاء. هلا يا موسى، انا فكرتك انت شيء ثاني ما تفهمنا. لا لا بفهمكم. يقولون يا مان زعل، يا مان والله فصل يمه. وعصد ها؟ يلا جولة عصد ده. يلا والله لو طول اكثر كان ساكت كنت حبيت فيه. يا دعاء خليك يا دعاء والله فكرت اجي. يا دعاء يا مان يا مان ترى فصل يمه. فصل فصل يمه. احيانا احيانا بكون فاتح لايف بيجوا عندي متابعين اطلع مع دعاء. لا لا يا مان اكبر من الزعل و... الحمد لله رفض. مو طفل حتى يزعل، بالعكس انسان فاهم، بس هو فصل يمه وبنو روح ان شاء الله. بتعملي رفض دائما، ببعث لك تعملي رفض رفض بحكي له هي مع طفل. والله الله انا علي حركات احيانا قليله حياه. لا شو الكلام؟ لا لا والله اني ما استحي الناس الحلوين. منورين منورين. تقبيس تقبيس. والله لانه اغلب الاوقات بكون فاتح انه اطلع مع اطلع مع مع, مع دعاء، بحكي لهم انا ببعث لها بس هي اذا ما بتعرف ما فينا توافق. هاي الفكره. دعاء ها جبت مبيض يا ولي مال وجه، وجهي طالع ابيض. انت شكلك حاط الفلتر حق المحتوى حقي تبع التيك توك. لا بالقران. رحت سرقت الفلتر من فيديوهاتي يا ولد. مو الفلتر يا ولد، جبت هذا مبيض يبيض يبيض وجهك. طيب تعال حس حس، خلينا نسوي تان انا وانت. انا مسوي تان انت تسوي ابيض. شنو هو هذا؟ تشوف ال لا عمار ما اقدر والله بالشمس حركته حرق. لحظه اشوف، ما عندي سماعات عمار، ما اعرف اركب كل شيء، ما اعرف اركب. مو مو تركب. تقعد 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 بالشمس. كل سوى تان هو شنو هو التان؟ تقطع يا جماعة. ما تبعتون ورد، ما تبعتون ورد. يا جماعة كبسوا بالله عليك. يا ربع. أنا ميت على الآخر يا جماعة. يا مان هسه نرجع له. حس حس يقولون يا مان فتح بعدين. حتى ما يقول نزل، هو اصلا فصل عنده يعني. يلا عمرك ايه كيفك يا حس حس؟ عمار عيوني يمكن هسه اشوف شو اسمه. يلا انا ورا ورا شو اسمه راسلك.
اقول لك ايش انت ما اعطيتني خبر. يلا تمام اعطيني خبر. ما لقيت، ما خليت احد. صعبه صعبه، حيل صعبه صارت. صح انا ما حاولت. تاني اسرار بينك وبين عمار هلا بينشرها عمار. لا لا هذاك هذا شفت الفيديو اني. لا ذاك اليوم كان موضوع ثاني. لا 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 شنو الحكي هذا؟ انت ما تتوب يا حس حس. تكبيس تكبيس. عموره كيفك شو الاخبار؟ والله الحمد لله. شو اخبارك امورك؟ الله الحمد لله. ستايلك صار مره حلو. ايش هذا؟ والله ما دنيا بارده والله. هلا حس حس. انت امتى ناوي تغير هذا الجلابيه؟ ترى ريحتها صدمه صارت من كثر ما تعيد تلبسها. اخوان ترى والله اضاءه شوف ها هاي بلا اضاءه شوف صرت اضاءه والله اضاءه موجوده. لا تكون لازقه او شيء. عبد القادر قلبي يسلم يديك. جالية العراقيه منورين. هلا هلا يا مصطفى هلا منور منور. ايش فيك صاير وردي؟ انا وجهك وردي ليش؟ سجلان. جالية العراقيه حقك عاكس عندك. شكرا اخر ثواني الربع عشان هيك والله. يا عمرو ايش جيتكم؟ كبسوا كبسوا لاصيدكم شيروا البت يا بنات. اخر ثواني الربع. غني يا عمار ايش فيك؟ اعتزلت انت ولا شو؟ خلي لا خلي حسام خلي حسحس يغني لنا بيغني اغاني كثير. شكرا. لا راح اغني لكم اغنيه عراقيه اليوم قفولي. والله جديد؟ ايه والله كله منك. الكفوري؟ كله منك يا عمار، جالس تشجع فيه هلا صدق نفسه انه مغني. الوايل الكفوري؟ اغنية عراقية؟ الوايل الكفوري خلاص مثل ما تريد، يا هي الاغنية. يلا. بحبك لما بتحكي، ايش فتشي يعني لل تنسمع شفافك تحكي، بتحبك لما بتحكي وتنشو عمس. تخيل يا عمار، كنا عملنا حفلة بنات وكانت في مغنية مرة مشهورة. جيت غنيت اغنيه اليمنيه صح والله ما اعرف جنسيتها بس مره كنت احبها. المهم هذه غنيت حتى هي نسيت اغنيتها لزقت لها العدو. يا اغنيه ها مال شو بحبك واي والله ما حافظ. انا قلت عبالي انت قلت لي اغنيه عراقي عبالي هي. يلا يلا مال وائل كفور. اروى والله مره حلوه ما شاء الله عليك. يلا شيء انت مو قدرت تغني عراقي. الله حس حس جالس يغني مشاعر واحساس. حس حس كفوري ديبا وعلى الكلام بنات. على كوكب على مود عرفها قبل. ايوه. ها عيني طرش لي جوازك. ما شر كل الاصدقاء. الاغنية لو شنو؟ اخاف اطرشوا لك هون. اخاف يحطوا خلفية ورا. ايش في؟ دعاء مو اذا اقول له اذا اقول له الساعه الخاص راح يقول لي شو تريد وراح يفضحني فاحكي يا كبر. لا والله مو يجي ذاك اليوم كان غير موضوع. والله شكله لا لا جوازك عمار وين بهينا في العام وين؟ حط خلفيه صوره عشان تجي من الاخر. انا حاسس راح تجيبه العيد. يلا يلا قفلي قفلي خل اغني لكم. يلا غني غني بعد ايش اسمه يخرب لي بضمك في ايدي انت بتعرف انا شو حبك واسي اشغال علي وين يا امل حبيبي خليك حدي
غير عيونك بلدي خل بخاف لوحدي ابقى لوحدي والله بخاف علي وي حس حس بخاف علي احبك لما بتحكي الله احساس شني انت بس قولي دار شني انت الاحساس طلع من خشمي حسام موهبه تستحق الدفن صفحة. اقول لك كارثة راح اشارك بعرب كوم تاي مال مواهب شنو عرب شنو موهبه تستحق الدفن عرب كوم تاي كوم تايز منو هو فعلا فعلا يحتاج كوم تايز يا اخي مسكين حس حس انت مال مال وائل الكفور انت ابد ما مقلل القن وائل الكفوري ما محضر والله عمار عمار يا حس حس عمار تدري قبل قبل كانت الدنيا بخير والناس ما عندها تليفونات تدري وش اسوي معلق صور وائل الكفوري واليسا بالكنتور بالباب مال الكنتور لازم ترسل لي قول لها ترسل لي ايام زمان ايه ايام المسجل والكاسيتات اي كان الكاسيتات بنات لانه قصه رباعي البنوات هم معلقين صور بالكنتور الكنتور يا حسام كان يعلقون صور ها انا مصطفى اعترف اعترف اي صور مغني كنت حاضر الشاي يا عمراي اللي دلعون صديقاتي اليسا وناس عجرم اليسا وناس عجرم ترى اشوف تغزل دعاء هلا توب تعاكس على وجه مصطفى شوف وجه مصطفى ايش حسيت حسيت اصعد المكان عمار دعاء كل حس عمار حس حوسي احسك يا حس 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 لو الله رزقك الصوت كنت قلبت العراق الحمد لله انا من اقنيت نوباتك ومكاناتك النبيه كارثه يعني شوف هسه هذا المكان شوف عندما والما تشلبني عرض شلبكم بهذا الركن يا ولد يا جماعة شدوا 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 التوالي حس حس سمعني الموال ما تشلب عرض شلبكم مدري شنو سمعته مرة يلا ابشر والله أنا خفت أقول لك إياه بس يلا الدل والله كنت تشربين مي يلا اسمع هذا بالركن بس دعاء لازم اخليك وجهي على دخل الركن بالموضوع الركن يطلع الصوت حلو فاهم الاستوديو غلط قاموسه هذه يا ولد كلبنا 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 ماله كلبكم ماله ضايع يا ولد وكلبكم صاحوا يا ولد بس كلبكم يا عيني يا ولد كلبكم من عرض كلبنا كلبنا صاح ايوه شلون ايوه شلون بسلامنا فوقنا خل فوق يا الله فوقنا خل فوق ما خل يما ناريدا ناريدا منه بس لحظة خلينا نشوف الزاوية أبو ناريدا يخلط ماي مع زيت للأسف من هذي نارين مين ناريدا نصب وانطي وأقول اشرب وتهنى لو خاطستي كان يما أطرب على الوقت قشرة ذكرني لما كنت صغير كنت روح على قشرة حسام شو الزاوية؟ الزاوية جلسة تصيح أصلاً شايفة الزاوية الحرجة هي الزاوية الحرجة وسام ذكرتني بمواهب الصغر لما كان واحد يروح الحمام اي انا دائما اغني بهذا المكان ايه يابا شو صار بينا خرجت
دعاء بعدك بدبي؟ بعد شو هذي؟ يعني بعدك بدبي؟ ما كملت انك اول مره اول مره كلام احد يخرعني بعد شو فيك؟ ترى انا سمعت كلام عراقي بس هذا العراقي حقك انت غريب. شنو وش في العراقي حقي؟ انت متاكد انك من العراق العراق ولا العراق؟ انا هولنديه وابويا من ترى تنك. اشوف الفيديوهات حقتنا حتى الكومنت العراقيين مو فاهمينك شو بتقول. لا مفهوم شلون عمار والله هي تختلف هي تختلف علي تدري شنو ايه البارحه قلت لها بالفندق انت جوا بالقرفه تقولي انا ما قاعده قلها قرفه تقولي مو قرفه قرفه تبع الشاي شفت لا مفهوم شفت القرفه انت حق الشاي اللي نحطه معها السحلب مصطفى شبي قرفه قرفه صح يا مصطفى شو قرفه احنا بنقول دحق ولا دحق انت مصطفى اختلف عليه قرفه هاي مال اللي نامون بيها يحطون بيها دوشه مصطفى من الاول قالب علينا غرفه يا بني هي قرفة يا أخي قرفة من أين جبت القرفة أنت؟ بل هي قرفة شو قرفة؟ اسمها غرفة قرفة يعني لا مو غرفة ويش؟ ويش؟ عمار نسي عمار من قرفة يعني شو فيها يضل على القرفة أحسن وشو الجمع تبع القرفة؟ غرف العكس أهلا مبار شنو؟ غرف جمع قرفة تروح عند فندق تقول له اعطيني قرف كم قرف يا ربي القرف يا ولي قبي خلي اسولف لك دعاء صار بيه بدبي ايه لا مو بدبي استغفر الله بربيل ايه بربيل تولي رحت بربيل اول مره اسافر اوكي رحت لربيل طبيت على الفندق اريد احجز كان ابو الفندق قال تريد قرفة عادية لو تريد سويت قلت له لا اعطيني قرفة عادية لان بعدني مو جوعان والله العظيم انه مصعب علي قلت له ما اريد سويت بعدين انا اكل فكرت راح يعطيك معاه سويت سويت عبال القرفة ويا عجة والله العظيم وزين اخباري يا شو اكلت اكلات غريبه في دبي اكلنا مطاعم عراقيه والله بس شو غريبه مغربين والله هذا احمد وياي هو الاكلات نفسهم بس هم مقيرين اسماء اقول لك حس ترى احنا سوينا فتنه على اساس نروح القطر والعالم كله تقول شو تروحون لا ان شاء الله نروح فيك مو قلت جوازك شبيك اسمع انت يا حس مو مشكلتك غرفه ولا قرفه انت مشكلتك في الغاء تقولها قا شنو هو القا ترى هو الانباري يتكلمون لا بس لا هو لا يقول لا الغاء في كل شيء يقول قاف هي هاي غاي تختلف عليه هو شنو هو القاف طيب هلا جمع الغرف قرف قلت لي والقرف الطرف العادي شو جمع قرف شو الغرف غرف قلت له غرفات لهجة الأنبار من هذا الأنبار اخ يا الله هاي خالتي بروة شكرا يا بروة محافظة عراقية والنعم الشيخ بدر منور عيوني ارحب هاي مو كنا دعاها احنا شنو اكو يعني انا من ربيت انا رابو بالريف فيعني هي هاي اللي هيك يعني من انا ترى احنا بنقول دحق بروا شكرا عيوني من البدو حق العراق اي لا مو بدو احنا ما عندنا بدو بالعراق طيب انت شو من وين جاي انت تحدد وسام بعت لك وسام أسهل أهل بغداد يقولون باوع إحنا بنقول دحق يعني مثل حسام مثلا دحق قول دحق بس أكو بعض منهم ما يفهمون دحق شنو لحق يعني إلحقوا مو لحق دحق
ايش هذا ضحك؟ يعني باوع ضحك يعني باوع بمعنى انظر انظر, انظر الي انظر انظر ضحك علي يعني باوع علي بسرعه يا تلحق يا ما تلحق ايش الكومنت كله صار مو زين اخبار ايش فيكم مضروبين بواري اقول لك لا تقلص على الموضوع قنينة مال وائل الكفوري هاي مال شو بحبك لما بتحكي قنينة قنينة غاز شنو اقول لك ما حافظه والله ايش فيكم ليش ما تكبسون والله ما عافظه والله ليش ما تكبسون كيف تعرف شلون انا بكت الله لا وسام نغني غير شيء نغني غير شيء عمار الله عليك ضحك عمار مال 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 وائل الكفوري قنينة مال شو اسمه هاي مال تبكي الطيور تسحر سهور تبكي الطيور تبكي السهور سحور شهور رمضان تبكي الطيور اقول لك والله ما حافظ ما السحور مال وائل الكفوري اي اغنيه لوائل شلمت وائل محمد محمد فؤاد محمد فؤاد محمد فؤاد هو يبي اي شيء والله ما محضر له شيء اياب توفيق اي شيء شفته اي شيء حساس انت رايح ايش تقول والله ما اعرف يعني ما حافظ لهم لازم يعني تغير انت عمار لا غير انا اغني قديم بس يمكن يعني اغاني شو اسم ما حافظ دعاء عم تشرب من الغنيه لانه حسام بيقول على الغنيه قنيه فالغنيه غنيه في المغرب بروى شف طب سمعك غير شيء ليش ما تكبسوا هسه لازم سمعك تعالى شبعك حب تعال شبعك حب وشو وين اجي وين اجي بس عمار عمار سمعنا دمار بس بتعرفها اي دمار 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 عمار ارجع شويه خلي اشتكي لك على حصلتي الله لك حاله نوعيه حس حس عنده تراكمات يا ولد كل شيء تسوى الدنيا دمار دنيا دمرت ام اذاننا دمار يلا دمار دمار يلا يلا روحوا جوله ويا الدمار شباب لا تنسونا ما نضيفون الداعمين احمد احمد ضيف الداعمين يا الربع بروى شكرا بروى انت النوراء عشان انقلبنا هيك يلا هذا كيف انقلبنا والله الصوت اللون تبع التيشيرت تبعك صار هلا اغمق كثير ها فكره عشان كثرت الاضاءه ربي ارجع شوية ارد اشتكي لك عالحصل بيا عايش بدونك حالة نوعية الدنيا حلوة وادري بياني من راحت خربة الدنيا دمار دنيا من دونك حبيبي دمار دمار كوني كله بلا ضحكتك دمار دمار دنيا من دونك حبيبي دمار دمار كوني كله بلا ضحكتك دمار ليش مو أنا الوفي وابو قلب العاطفي كل شي سويته لك بهالسهولة يختفي دمار والله العظيم نفس محتاج حنية لو صايراني قصة منسية والله وقت ما تريد تسمعني قبل السلام تقل لي ها هي حرام ما استاهل هذا كله حرام حرام دمعي يومية نزلت
على ما يكمن عشت لا غدرتك لا خنت كل شي حسنت بحياتي نفترك ما حسبت حرام يا بابا ايه والله حرام يا حس حس الله عاش الصوت يا حسام عاش الاحساس يا حسام والله احساسك يا حسام شكرا شكرا حب كبير لك عمار عمار هسه تدري ايش قد اطلب هيك ايش قد اطلبك 2000 من عيوني محمد شمس وهم اتينا سالونا علي كان اقولهم عمار والله نمبر 1 جماعة اذكره في الزاويه طلعت لقاء التلفزيون نوب كان اذكرك بيه انت اول واحد بس اطلبك 2000 يا حبيبي والله والله وردة في دول قلبك والله يا حسام شكرا لكلامك الحلو واللي قال اول انا شفته بس اللقاء الثاني وينه شو وقت ينزل لقاء الجمعه يطلع لقاء قنبله والله بين انه لقاء قني يا حبيبي والله يا حب كبير يا حسام يا ولد وعامل يطلع لقاء كبير لك والله دائما تذكرني بالخير قربت تبيض من كتر قاقاق دعا غني انجليزي يا ولد عندكم طموح فيه مره كبير دعاء يا حسام من الشخصيات الحلوه طب خلاص اشعرك باخير ذن العشرين ثانيه قبيلي سمعنا شعر والله قاقا ذكرتيني بس اشعر لك شو اطلع الله انا لازم يا حسام انا لازم سنجيبه يمان كنا اطركم لنا عرفتيش لا انا راح اطلع راج يقول مين راج طالبك هسه صار لي هواية اسمع اسمعي من كل قلبي يلا ليش بضحكة من كل قلبك ما ضحك اسمع اسمعي يلا طقت الجيلات تسمعها يا بوي طقل الجيلات تسمعها يا ابوي الماردتها ببيتك يريدونها شفت زفتها وبجيت عاشت ايدها خي بيت الظونة طا 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 اسمع انا راح اعطيك كمان شعر قبل ما تنزل تمام رصاصتك وصلت يلا مصطفى قول الشعر يلا اسمعوا الشعر يا جماعه بالله عليكم قال السماء ماطره والارض نديه لا تخافي يا حبيبتي معي شمسيه اسمعوا اسمعوا هذا الشعر قبل ما تروحون لا تكفى يا عمار تكفى لا لا هذا لا هاي الشعر لازم اقوله لا يا عمار تكفى لا 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 الشعر يقول اهلك وين والله اهلك وين بالمغرب والله بصره لو رمادي لو اربيل لو بالناصريه الحله الكوت العماره السماوه لو تكريد لو بسليمانيه من ديالى ولا كربلائي نجف ودهوك ولا الديوانية ابن كركوك والموصل ينادي المهم مكتوب عراقي بالهوية العراق الحر مبدأنا وأبونا الأم بغداد أم كل المذاهب بإذن الله يجمع شملنا يا أبو النهرين يا شيخ الكواكب الله 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 العراق العيون طيب ليش ما زدت فيها والديرة المغربية كلنا شعب واحد والله طيب حسام قلبي معك انا راح انزل مشان حب كبير لكم عمار يغني حلو يشعر حلو يشعر حلو قول له تبعد قست قول له عنده فلوس كل شيء يسوي يا يلا عمار يلا نتواصل بعد البث حب كبير يا حسام يلا ان شاء الله
حب كبير الله. لجمهورك واحبابك. عيوني مصطفى حبيبي، سلام دعاء بخير. يلا